على خلاف المواقع الرياضية الرسمية للأندية والاتحادات، تنتشر العديد من المواقع الرياضية الجماهيرية على شبكة الإنترنت، واللي تقدم العديد من الخدمات للأعضاء والزوار. نتعرف على أحد هذه المواقع من خلال هذا التقرير. يعتبر موقع الجمهور العرباوي من أشهر المواقع الرياضية الكويتية والعربية على شبكة الإنترنت، وذلك بشهادة النقاد والمتابعين الرياضيين، حيث انطلق الموقع في عام 2002 ويضم العديد من الأقسام. موقع الجمهور العرباوي انطلاقته كانت في عام 2002. يتكون موقع الجمهور العرباوي طبعا من المجلة الرئيسية اللي هي تنقل أغلب أخبار الحصرية للنادي العربي على جميع مستويات الألعاب والمراحل السنية، أخبار حصرية للموقع. وأيضا يتكون جزء آخر خاص في عرباوي تي في، وندخل إلى الأقسام المنتديات. هناك أربع أقسام رئيسية يتفرع منها تقريبا 20 قسم آخر. أيضا تركيزها يكون على الألعاب الخاصة في العربي، الألعاب الأخرى أو ألعاب كرة القدم، وفي أيضا أقسام أخرى للألعاب الخليجية والعربية والآسيوية إلى العالمية. وهناك أيضا أقسام أدبية تشمل جميع الأطياف سواء من الإناث أو الرجال. يعني موقع نقدر نقول موقع شامل، ما هو خاص في الألعاب الرياضية فقط. يحتل موقع الجمهور العرباوي المركز الأول في التصنيف بين المواقع الرياضية الكويتية المنتشرة على شبكة الإنترنت، وذلك بفضل تجديد الموقع المستمر وكذلك عدد الأعضاء المنتسبين للمنتديات، والذي يصل عددهم إلى أكثر من 40,000 عضو والآلاف من الزوار يوميا. انطلق عرباوي تي في قبل موسمين تقريبا، كانت فكرة شبابية نكون يعني أول قناة خليجية جماهيرية للنادي. يعني بدأ بالضبط قبل موسمين السنة 2007 بالبطولة الخليجية اللي نظمها النادي العربي بالكويت، وفريقنا يعني يكون من مصورين، معدين، مقدمين والمونتاج، وطبعا القناة تكون على الانترنت بشكل تسجيل، ماكو تصوير مباشر أو شيء، لأن تسجيل على الانترنت. نقوم تغطية جميع مراحل السنية والفريق الأول بالنادي، جميع اللعبات طبعا بالأخص كرة القدم. التقارير مثلا حتى المباريات ما تكون مصورة، ممكن نسجلها ونعرض الأهداف بعدين، أو طريقة ميني ماتش الهجمات واللعبات. استحدثنا فكرة برنامج نسوي لقاءات مع لاعبين أو إداريين أو عرباوية. يعني قابلنا مبارك بلوشي أول حلقة كانت، وشوي تكون الحلقات يعني متباعدة، ماكو وقت معين أو شيء. وصلنا فيو تقريبا 9000 مشاهد في تقرير العربي والقادسية اللي فاز فيه العربي بالإياب 2-0، والداونلود وصل 2500 على هالفيديو. احتل موقع الجمهور العرباوي المركز الثاني عربيا من بين المواقع الخاصة لجماهير الأندية العربية على الشبكة العنكبوتية، وأصبح الموقع مرجعا رئيسيا لرجال الصحافة والإعلام لما يحتوي الموقع من أخبار متجددة، وذلك بفضل وجود فريق تغطية إعلامية مميزة. دوري أنا رئيس لجنة إعلامية لموقع الجمهور العرباوي، وبنفس الوقت مصور موقع. طبعا يتكون طاقم اللجنة الإعلامية من ستاف شبابي متطوعين يقومون بتغطية جميع اللعبات وعمل تقارير لجميع المراحل السنية، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة. زين، يحضرون المباريات ويعملون تقرير كل مباراة، وبعد المباراة مباشرة نقوم نحط تقرير هذا بالموقع مدعم بالصور اللي أنا أصورها. أوكي، طبعا وفي تعاون بيننا وبين الصحف، في تقارير مرات او تكريمات او شغلات اخبار النادي ما يكون صحف ما عندها خبر فيها، نقوم احنا هم بعمل تقارير عنها مدعمه بالصور ونرسلها للصحف، والصحف قاعد يتعاونون ويانا وقاعد يحطونها يعني لنا بالصحف. ايضا يشمل الموقع فعاليات اخرى او نقدر نقول انشطه اخرى للاعضاء اللي يدخلون الموقع يوميا، منها تنظيم مباريات اسبوعيه للاعضاء، مباريات كرة القدم، أحيانا مباريات الطائرة وهلم مجرة يعني. وهناك أيضا مسابقة خاصة الحمد لله احنا مستمرين فيها لمدة السادس سنة حاليا، فيها جوائز قيمة لأصحاب الثلاث مراكز الأولى
نقدمها لها نقدم تبدي ان شاء الله من بدايه الدور الاوروبي الى نهايه الدور الاوروبي، واحنا مستمرين فيها الحمد لله، وفيها اقبال جيد جدا من يعني نقدر نقول من جميع انحاء الدول، ليس بس بالكويت، في الدول العربيه الاخرى. وما يميز الموقع حاليا يعني ان الحمد لله اللي يدخلون الموقع يوميا من تقريبا 31 دوله، يعني حسبنا 31 دوله يدشون هذا الموقع، والحمد لله الاعضاء في تزايد مستمر يعني. واحنا نحاول الطاقم الاداري والطاقم المراقبه اللي كلهم متطوعين شباب الحقيقه، كلهم عرباويه، كلهم في خدمه القلعه الخضراء.